أكدت مواقع مصرية كثيرة أن ما يتداول عبر صفحات السوشيال ميديا بخصوص اعتذار النجم محمد حماقي عن إحياء ليلة زفاف أمس بعد الانتهاء من جنازة الفنان الراحل سمير غانم خبر صحيح، وأشارت المصادر أن حماقي قام بفعل ذلك لشعوره بحزن كبير على رحيل الفنان الكبير، وأيضا من باب احترامه لمشاعر أصدقائه حسن الرداد ورامي رضوان ودنيا وإيمي سمير غانم. جدير بالذكر أن حماقي كان من أول الفنانين الحاضرين لجنازة الفنان الراحل سمير غانم أمس بمسجد المشير طنطاوي، حيث كتب الفنان هشام جمال شكر للفنان محمد حماقي بسبب تأجيل الأخير لحفلته الغنائية حدادا على الفنان القدير سمير غانم، حيث قال: عرف دلوقتي أن صاحبي وأخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه مبارح ورجع فلوسه احتراما وحزنا على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه، شكرا يا أصيل يا محترم.